ونرجع لخبر الخاص بالشبورة علشان نعرف أكتر عن الشبورة وإزاي إن احنا نتعامل معاها. معانا على التليفون الأستاذة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد. أستاذة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا أستاذة منار. أهلا بيكي يا أستاذة مروة. أهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. يعني عايزين نعرف من حضرتك كده الأول، الشبورة دي هتبقى من الساعة كام للساعة كام؟ طيب خلينا نقول ميعاد تكون الشبوره المائيه بيبدا في ساعات الليل المتاخر تكونها، يعني نبدا نشوفها على الطريق تقريبا. أمين. بتبدا معانا من الساعه 12 بالليل. لكن تكونها بشكل كثيف، يعني تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، من الساعه 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني أمين. تستمر معانا على حسب كمان كثافه الشبوره المائيه. احيانا يمكن الاسبوع اللي قبل الماضي استمرت معانا لحد 10 و11 صباحا. صحيح صحيح. على حسب كثافه الشبوره المائيه بتستمر معانا، لكن هي اول ما بيحصل سطوع اشعه الشمس بتبدا بالاختفاء. خلينا نقول في التقريب الساعه 8 9 صباحا بتبدا الشبوره بشكل تدريجي تختفي وتتلاشى، والرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. يمكن كمان الشبوره المائيه من اخطر الظواهر الجويه. صحيح صحيح. اللي دايما بتاثر علينا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، لانها بيحصل معاها احيانا لما بتوصل للحاله الضبابيه انعدام في الرؤيه الافقيه على الطريق. فعشان كده احنا بنقول يعني لازم، مهم جدا قبل ما اخرج من البيت اعرف في شبوره مائيه ولا ضباب. واول ما الاقي في النشرات الجويه شبوره مائيه ممكن تكون كثيفه او قد تصل لحد الضباب، لازم اعمل احتياطاتي بشكل كبير واخد بالي، لان الشبوره مائيه كثيفه يعني انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه على الطريق. صحيح. لو وصلت لحد الضباب يعني الرؤيه الافقيه ممكن انها منعدمه على الطريق، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من النشره الجويه ونشوف صياغه الشبوره المائيه عامله ازاي. حلو. لان كمان زي ما بنقول دايما حالات الاستقرار لما يبقى فيه هدوء ومفيش اي تقلبات جويه بتكون هي الظاهره الجويه المؤثره، وبتزيد كثافتها بشكل كبير في فصل الربيع الخريف وفصل الشتاء. فاحنا داخلين في فصل الشتاء ده كله كثافه الشبوره المائيه بتزيد، لان بيحصل تبريد فتره الليل بشكل كبير، بيبقى فيه نسب رطوبه، بيبقى فيه عوامل بتساعد بشكل كبير على تكون الشبوره المائيه اللي ممكن توصل لحد الضباب. صحيح. طب انا عايز اعرف من حضرتك ازاي نتعامل، خلاص عرفنا ان في شبوره ممكن تصل الى حد الضباب، ازاي نتعامل بقى معاها؟ يعني برضو الناس تاخد بالها تعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه هنعمل احتياطاتنا. لو احنا نقدر ناجل المشاوير بتاعتنا فتره الصباح حتى تلاشي الشبوره المائيه ده تمام جدا. تمام. لو هقدر وانا موجود على الطريق لازم تكون القياده بهدوء تام وحذر شديد، نشغل كشافات الشبوره اللي دايما بتبقى موجوده في السيارات، ونشغل الانوار اللي بتبقى موجوده في السيارات، نستخدم الات التنبيه دايما وانا موجود على الطريق، ولازم دايما يبقى في مسافه بيني وبين العربيات اللي قدامي عشان لا قدر الله لو حصل انعدام للرؤيه الافقيه. لو حصل كمان انعدام للرؤيه الافقيه على الطريق اركن جانب الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه. صحيح. لان زي ما قلنا دي اخطر الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر مباشره او بشكل مباشر على حياتي. صحيح. هي لما بتكون شبوره احنا دايما رابطين كده نلاقي في شبوره يقول بس الجو هيبقى حر، ده صحيح فعلا؟ بالفعل، لانها مرتبطه بالاستقرار ومرتبطه كمان بوجود يعني توزيعات ضغطيه اسمه المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبيساعد على تكون الشبوره المائيه، وكمان بيخلي فيه زياده لفترات سطوع اشعه الشمس فتره النهار، يعني مفيش اي سحب مؤثره، فبيكون في استقرار واحساس كمان بارتفاع قيم درجات الحراره في الايام طبعا اللي بيكون فيها شبوره مائيه بشكل كثيف. صحيح. طب انا عايزه من حضرتك كلمه اخيره كده عن حاله الطقس بقى في الايام اللي جايه ان شاء الله. احنا طبعا يمكن حسينا الايام اللي فاتت بارتفاع قيم درجات الحراره خاصه في فتره في النهار ودخلنا فتره الظهيره. بالفعل الايام اللي جايه ان شاء الله متوقع ان الكتل الهوائيه معظمها تكون كتل هوائيه شماليه، فهيحصل معاها انخفاض في قيم درجات الحراره. تمام. فتره النهار وكمان فترات الليل، لكن هيكون بشكل تدريجي. يعني احنا متوقع غدا وبعد غدا عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه فتره النهار، مع يوم الخميس والجمعه توصل ل 20 درجه مئويه. فبالتالي هنحس بانخفاض قيم درجات الحراره. كمان فترات الليل هيكون فيها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. صغرى فتره الليل ممكن تسجل 13 و14 درجه مئويه. لو انا في مدن جديده او اماكن مفتوحه هحس كمان بدرجات حراره اقل من 13 او ال 14. بالاضافه كمان نشاط رياح هيبقى موجود معانا خلال الايام اللي جايه، هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. بس على الاقل لحد يوم الخميس اللي جاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. الامطار فرصها خفيفه جدا على المناطق الساحليه، مش بتاثر تماما على اي اعمال انشطه. طب جميل. استاذه منار انا بشكر حضرتك جدا.